وكان ابن مسعود يقسم ويحلف أنه مات شهيدا. وهذا مفهوم حتى في الآية الكريمة: أفإن مات أو قتل فالسم بين الموت والقتل. فقد يترجح أنه مات, أنه مات مسموما. من الذي سماه؟ أنا في ظني أن طلقاء قريش لهم دور كبير في سمه عن طريق بعض أمهات المؤمنين, بمعنى أن بعض أمهات المؤمنين قد تكون مضللة, قد يقال لها هذا طعام, هذا طعام طيب أعطيها النبي وخليه يأكل منه, فبحسن نية قد تقدمه. ولذلك الذين كما تفضلت حاول اغتياله, وكان أبو سفيان ومعاوية منهم, حاول اغتياله في العقبة, وأبو سفيان أكثر من مرة, ويوم حنين تحالفوا مع هوازن. فهذا أمر الغريب هنا أنهم يستبعدون موت الحسن بن علي بسم معاوية, لأنهم يقولون أن الحسن بن علي بقي 40 يوم, ولا يعقل أن يبقى 40 يوم نعم مسموما. فهذه من نعم. من مسألة السم حدث في المدينة, ومن الطلقاء في ظني أن أبا سفيان هو رأس هذا الأمر. الحزب القرشي بقيادة أبي سفيان والطلقاء كانوا انهزموا بعد مكة هزيمة نفسية, وفي ظني أنهم أقرب الناس قد يقنعوا, لأن أم حبيبة هي زوجة النبي أم المؤمنين, قد يقنعوها لأن هذا طعام طيب وأعطيها النبي عليه الصلاة والسلام.